منذ اشتعال أزمة أوكرانيا قبل أكثر من عام يخيم على الأجواء الخوف من خروج الشبح النووي الكائن في محطة زابوريجيا عن السيطرة. فأي خطوة غير محسوبة العواقب أو غير مقصودة الهدف قد يدفع الجميع ثمنها، حيث لا مجال لترك الخيار للصدفة. الكرملين تعهد باتخاذ روسيا جميع الإجراءات في مواجهة أي تهديد أوكراني قد يستهدف محطة زابوروجيا النووية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه بحث مسألة حماية محطة الطاقة النووية في زابوريجيا مع قيادات أمنية أوكرانية. فما التداعيات المحتملة لأي حادث نووي في زابوريجيا؟ أوروبا قد تكون مهددة من جراء عمل انتحاري نووي محتمل. الخصمان المتحاربان يتبادلان الاتهامات بالتخطيط للهجوم على محطة زابوريجيا النووية جنوب شرقي أوكرانيا. موسكو ذكرت أن كييف تخطط لقصف المحطة بذخيرة مزودة بنفايات نووية نقلتها من إحدى المحطات الذرية التي تمتلكها. وحذر الكرملين من تأثيرات كارثية لأي عمل تخريبي قد تشن أوكرانيا في محطة زابوريجيا النووية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تستعد لما وصف باستفزازات خطيرة وتخطط لتصوير وقوع هجوم على المحطة. وكشف زيلينسكي أنه بحث مسألة حماية محطة الطاقة النووية في زابوريجيا مع قيادات أمنية أوكرانية. وأشار بيان عسكري أوكراني إلى احتمال وقوع هجوم روسي في المستقبل القريب، موضحا أن عبوات ناسفة وضعت على سطح المفاعلين النوويين الثالث والرابع في المحطة، ولم يقدم زيلينسكي ولا جيشه أي دليل على ذلك. وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في مارس من العام الماضي، وهي واحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم والأكبر في أوروبا، وتضم 6 مفاعلات نووية. وفي حال أصاب صاروخ أحد المفاعلات وهو ما وصف بالعمل الانتحاري قد تقع كارثة يتوقف حجمها على شدة الانفجار وظروف الطقس والسرعة واتجاه الرياح. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لحدوث تسرب إشعاعي، وقد يترتب عليه انفجار نووي أو هيدروجيني، وستكون هناك عواقب خطيرة صحية وبيئية على كامل القارة العجوز، ويمكن أن يتسبب أيضا في تلوث الأراضي الزراعية، ما قد يؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية والأنهار والبحار والمياه الجوفية لسنوات طويلة مقبلة. ويحذر خبراء من أنه ستكون إزالة تداعيات مثل هذه الكارثة أثناء الحرب الدائرة حاليا مستحيلة، وبالتالي قد ينتشر الإشعاع بصورة عشوائية، ما يعني أن العديد من المناطق وحتى الدول في أوروبا سوف تصبح غير صالحة للعيش وتتحول إلى أراضي مهجورة. للمزيد معنا من القاهرة كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا يسري أبو شادي. سيد أبو شادي، مرحبا بك معنا. ما المخاطر المحتملة من جراء هذا التصعيد عند محطة زابوريجيا؟ الحقيقة اللي احنا بنسمعه ان في احتمالات مخاطر جسيمة اول، ولكن لو بنحلل فنيا وليس سياسيا صحيح. الحقيقة كل التصريحات والبيانات اللي بتقولها أوكرانيا الحقيقة غير منطقية خالص. يعني هو بيقول الرئيس الأوكراني إنه هو عايز يعمل حماية القوات بتاعته، حماية لأمن المحطة. طب هتعمل لها إزاي وإذا كانت المحطة من أكتر من سنة موجودة تحت سيطرة القوات الروسية؟ المحطة موجودة في محافظة انضمت بالفعل بعد انتخابات إلى جمهورية روسيا. يبقى انت بتتكلم ازاي؟ يعني بتقول ان الروس حاطين قنابل على سطح المفاعلات لتفجيرها. هو يعني مين اللي هينضر اللي موجود في المنطقة؟ اللي هم الروس. يعني كلام كله غير منطقي خالص الحقيقة فنيا. لكن نيجي بقى نقول للأخطار الحقيقية الحقيقة، ويمكن دي ما توجهتش، يمكن ما حدش يتكلم فيها فنيا. المفاعلات النووية الستة دول مفاعلات VVR-1000. من دي الانتاج بتاعها بدأ من الثمانينات. الروس بقوا يحطوها في غلاف خرساني قوي زي اللي انتوا شايفينه في الصور دايما،
بحيث انه اي صواريخ عاديه يمكن مقذوفات تصل الى مئات الاطنان تضرب فيها ما ياثرش فيها، الا لو حصل الصاروخ ده او القنابل دي كانت مدعمه بقنابل مثلا يورانيوم منظم. والقنابل دي لو نذكر من شهور قليله المملكه المتحده او بريطانيا قالت انها تزود بصواريخ فيها يورانيوم منظم لايران، قصدي لاوكرانيا. طيب لو والروس حتى وقتها انفعلوا بشده وقالوا استخدام الصواريخ دي هيؤدي الى تصاعد رهيب. الحقيقه القنابل دي عندها قدره رهيبه على الاختراق، تقدر تخترق الغلاف الخرساني اللي موجود، وقد تصل الى الغلاف المفاعل الحديدي. طيب. اللي فيه الوقود المشع في قلب المفاعل. سيد ابو شادي اسمح لي على المقاطعه، رهيبه. نعم. ما ننساش طبعا اللي حصل. نعم. ما درجه الامان الموجود الان في محطه زابوريجيا لمنع خروجها عن السيطره؟ هل لدى هذه المنشاه درجه امان معين؟ قطعا قطعا، وده المفاعلات دي كلها مرت باختبارات متعدده، منها المفتشين الوكالة للأمان النووي فتشوا عليها، ده من زمان من قبل الحرب حتى، وحاليا بيوجد مفتشين أعتقد موجودين بصورة دائمة من الأمان النووي لمتابعة أي أحداث قد تؤثر على الأمان النووي لهذه المفاعلات. المفاعلات دي من نوع الآمن. روسيا كانت بتنتج قبل كده أنواع الحقيقة غير عالية الضمان في الأمن، زي مفاعل تشيرنوبيل وزي مفاعلات اللي قبل كده اللي هي البي بي ار بس 440 اللي كانت موجوده في الكتله الشرقيه بكثافه، ودلوقتي كلهم اتغيروا لان ما كانش حتى في غلاف خرساني بيحيطها. وبالتالي يعني انا فاكر ان كنت اخش المفاعلات دي المطره بتنزل عليا، يعني سهل جدا ضربها. لكن المفاعلات اعتبارا من مفاعلات ال 1000 ميجا وات وال 1200 ميجا وات اللي هي بيتعمل بقى النهارده زي تركيا ومصر، لا دول الامان فيها ارتفع بشكل كبير جدا. الغلاف الخرساني بقى بنتكلم على عده امتار، في 8 اغلفه لحد ما اوصل لقلب المفاعل بتحمي المفاعلات، فبقت صعبه الا لو انا هستخدم يا اما قنابل اليورانيوم المنظم يا اما قنبله نوويه. ده طبعا خلاص ما مش هنقدر نحمي المفاعل اكتر من كده يعني. طيب في اقل من دقيقه سيد ابو شادي، في حال ما حدث اي اصابه لهذه المحطه النوويه، هل الخطر يتهدد اوكرانيا وروسيا فقط ام انه ابعد من ذلك باقل من 30 ثانيه؟ قل للزملاء. في الوقت الحالي لا، ما مش هيهدد، وتقريبا مش هيهدد حد يعني باستثناء المنطقة المحيطة. ليه؟ لأن المفاعلات دي بقالها عدة أشهر مغلقة تماما، 5 منهم مغلقين وباردين، يعني مفيش إشعاعات كبيرة فيهم، مفاعل واحد بس فيه برضه مش شغال، لكن فيه بعض درجات الحرارة المرتفعة شوية، ويقدروا الروس يطفوه كمان بالكامل بحيث إن الإشعاعات تبقى ضعيفة جدا، لكن مؤكد إنه هيكون له تأثيرات على المنطقة المحيطة بيه. شكرا جزيلا لك يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.